لأني متحمس جدا لهذا المقطع يا جماعة. تعرفون ليش أنا متحمس؟ أتوقع يبا أكيد تعرفون، يعني خبرتكم ألف مرة أنه كل يوم خميس يا رب أسبوع جديد معانا اليوم. فاليوم يعني رجعت لكم بمقطع جديد عن لعبة جراند فايف أونلاين مع سيارة أسبوع جديدة ومع طفرة جديدة. يعني ما أخبي عليكم حتى فلوسنا ما فيها شباب حاليا معانا، شوف حاليا معانا 50,000 60,000 معاي بس. والله حرام يا أخي، ليش كيف صار حتى وصلنا لهذا المستوى؟ يعني اليوم راح نحاول نجمع فلوس بجميع الأنواع الممكنة اللي معانا، يعني هذا إذا في حال خسرنا بالكازينو الآن، لأنه احتمال أطلع ب 400,000 فورا. فش رأيكم يا جماعة الخير تضغطون لايك على المقطع وخلينا نروح نشوف سيارة الأسبوع فورا، لأن أنا خلاص ما عاد فيني أنتظر شباب، أنا ما عاد فيني أنتظر. خلينا نشوف شكلها، والله إني متحمس كثير يا أخي، بالله عليكم صار لي يعني أسبوع أنتظر. لا تقول لي حاليا السياره معفنه. اوكي انا ما اشوف السياره الان شباب، بدات اخاف. انا ما اشوف السياره، ليش شباب انا ما اشوف السياره؟ ليش 3 2 وين السياره؟ وين السياره؟ اليوم خميس شباب، وين السياره؟ والله اليوم خميس، وات ليش ما في سياره؟ او ماي جاد شباب في شيء خطا، اتوقع يا جماعه في شيء خطا. يعني لا تقول لي هاي السياره لانها اغلى سياره خلوها الاسبوعين، لا تقول لي بالله عليك، لا تقول لي انا ما فيني اتحمل شباب اسبوع بدون سياره. انا ما ادري وين السياره الجديده، دقيقه بتاكد ثواني شباب، بتاكد والله بتاكد، انا مو مطمن حاليا دقيقه. اوكي يا جماعه انا الان جيت توني من موقع روكستار، يعني حاليا للاسف الشديد يا شباب اللي اكتشفته انه الشركه كاتبه بانه هي اغلى السياره، يعني وشفنا انه ما حد كثير جابها للسياره، سبحان الله الان ما حد جابها للسياره يعني، فقرر يخلوها كمان فتره شوي للسياره يعني عشان يعطوا فرصه اكبر للناس يجيبونها، بحكم انها تعتبر اكبر او اغلى سياره موجوده حاليا معنا بالقائمه. شوف معنا هي شباب اغلى سياره موجوده، قرروا يخلوا. يا اخي كنت جيب لها هي مثلا، كنت جبتها طبعا، ايش اسوي يعني؟ واللاعبين اللي جابونها والله ظلم، اعطوني مليون طيب على الاقل. يا اخي والله انكم ظالمين يا اخي. انا بشبك يد الاكس بوكس الان شباب، تم شبك يد الاكس بوكس، ليتس جو على بركه الله. يا رب تطلع السياره حاليا يا شباب، يا رب تطلع السياره. تخيلوا معنا في سياره يعني، يلا حاليا فور، صار لي اسبوعين ما كسبت السياره، ايش رايكم حاليا تطلعون لنا السياره؟ ها وها يعني فينا نقول قريبين، بس اعطيني فلوس بالله عليك، مو ديسكاونت ارجوك، مو ديسكاونت. 30,000 دولار انا اقبل. اوه ليتس جو 30,000 مو 15,000. لا يا اخي تلاحظون نفس المبارح طلع لي نفس الشيء 15,000. يعني اتوقع انه شباب هي الخدعه بتمشي اكثر شيء لما يكون في سيارات، مو لما ما يكون في سيارات. هي مرتين اعطوني 15,000، نعم يا حبيبي 15,000 كويسين كثير، كويسين كويس. الان صار معي 15,000 غير ال 50,000 اللي فينا اسحبها، يعني اعطوني حاليا مجال كبير علشان احاول نطلع بشيء مرتب من البلاك جاك هنا، لانه صراحه يعني انا تحطمت جدا، صار لي اسبوع انتظر يا اخي من اول يوم انا جبت السياره، شلون ما تجيبونها الان؟ والله حرام يا اخي. انت كمان هلا وهلا، اعطينا شغله طيب. 66,000 معي الان. اوكي يا جماعه هذا معانا اخر مره كسبني فلوس بشكل جدا كبير، اتمنى حاليا يعيد الكره. حبيبي والله انت الويلكم حبيبي والله، بس ايش رايك تعطيني حاليا 10 من البدايه، خليني اعشقك وتعشقنا. واحد كمان يا حبيبي، ايش اسوي لك انا؟ طب اعطيني 10. شكرا شكرا لو سمحت يعني. اوكي لا فكرت حتحس اي اه او ماي جاد، خفت والله. فكرت مع بلاك جاك كمان، شفت انا لسه حابه ما عرض علي اني اسحب. خليني اشمر عن يدي حاليا يا شباب، لان الوضع ما في مزح ابدا. اليوم انا جيت لهنا عشان اطلع بمليون. جالس تضحك انت؟ اوريك من يضحك الان. اعطني 10 لو سمحت. 2 8 9 بالله عليك، 8 9 8 9 لازم العبها، ما يطلع 10 بس. اوكي طلع 10 خسرنا، عادي جدا ريلاكس. شوف كان طلع له 18، انا على الحالتين كنت خسران يعني. 10 10 يلا بسرعه، اعطني 10 ثانيه، لا تخليني حاليا افجر البلاك جاك. كفو يلا طلع لي 10 كمان، ايه كمان يلا اسحبها وقول لي كمان بلاك جاك طلع بالمره يعني. شباب راح يطلع 10 معاه كمان وراح يصير تعادل. ليتس جو صار تعادل، الله يلعن شكلك يا شيخ. يلا يلا يا حبيبي يلا بالله عليك، انت ثرثر كثير. يلا اعطني واحد بالله عليك، واحد بالله عليك واحد، خليني اوصل 200,000 فوق. يلا اوكي راح ارضى، انا عادي عادي، انا عادي اصلا، عادي اصلا عادي. الان يا شباب انا ناوي هيك، انا فيني هيك حماس. اعطيني 10. اوكي كويس الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. لازم يطلع لي رقم اقل من 10 شباب، يطلع كل شيء الا 10، كل شيء الا 10، كل شيء الا 10، وراح يطلع 10 اكيد لانه حظي معروف يا جماعه، اكيد راح يطلع 10. احتماليه واحده من 10. والله انك حمار، والله انك حمار، اكرهك يا اخي. كم اعطاني؟ 7. ما بتكلم. ايه 17 انا عارف. يلا ابلع، هاي خسرني كمان مره، انا خسران يا شباب، خلاص انا خسران، راح يطلع معه 20، انا خسرت خلاص، انا فقدت كل الامل، ما عاد فيني فوز ابدا. اوه ماي جاد، شو الحظ؟ حظ حظ حظ، والله حظ. انت واحد نصاب، انت واحد نصاب، اكرهك انا، والله اني اكرهك. اوكي اعطيني 7 و8، 7 و8، 7 و8، 7 و8.
14 it is. 4. What do you say? Card? عطني ورقة ولك حيوان. عم تسألني كمان شو بدك؟ Here's a 16. 16 يا الله أسخف أوراق جالس يعطيني. 10. 16. 10. من متى يا اخي من متى تطلع لي ورقتين ورا بعض؟ شلون اثنين اثنين يطلع ورا بعض يا اخي؟ انا معي اصلا اثنين يا اخي. والله انك نصاب. والله ما عاد العب هنا. والله ما عاد العب معك. انقلع من وجهي. انقلع من وجهي. والله دان بقول لك انقلع من وجهي حيوان. بحط حاليا 50,000 على اللون الاحمر. تخيل يطلع اسود احمر. يس. اوه كفو. كويس يا شباب كويس. راح العب كمان مره على اللون الاحمر كمان مره يا شباب. راح العب يا اخي بس شي مره هيك ردوا علي واعطوني احمر مثل قبل شوي يعني. احمر 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 بالله عليكم. احمر يس. اوه ماي جاد كانت راحت على. اوه والله توتر. ما عاد العب ما عاد العب. كويس طلع احمر. ما عاد العب. مع 179,000 الان يا شباب. خلاص يا شباب اوعدكم اخر مره حطيت كمان على اللون الاحمر. اتمنى يطلع احمر بالله عليكم يا اخي. ترى شباب كنت حاط اسود يعني. رهنت على انه يطلع الرقم مزدوج يعني يا 2 يا 4 يا 60. المهم يكون رقم مزدوج ينقسم على 2 يعني. يلا يا رب اعطيني رقم مزدوج بالله عليكم. لا تعكسوني حاليا. ما تك 4. اوكي كويس كسبت. كم كسبت؟ اوكي الدبل. اعطوني الدبل كمان. انا اكتفي من هنا. معي 129,000 شباب لازم احطها. يا اخي انا ودي العب مع هذا. ما بلعب مع هذا. انا حلفت ما العب معك. اوكي هذا معنا واحد جديد. اخيرا اخيرا اخيرا. اهلا اهلا فيك حبيبي. اهلا فيك. والله شوف زميلك عصبني حاليا. اتمنى لا تعصبني مثله. اعطيني 10 من البدايه. خلني 4. قلت انت اضرب من زميلك. اطلع اعطيني 6 6 6 5. يس يس يا اخي الله يسعدك. يس حتى ولو انه ما ورقه كانت قويه ما علينا. اذا ما بيطلع اقل من 7 خسرت. عرفان والله عرفان يا شباب. والله العظيم اني عرفان راح اخسر. لا لا الله خلي شباب خلي مروق حاليا خلي مروق. انا جيت لهنا عشان اطلع بمليون. جالس تضحك انت؟ اوريك من يضحك الان. شوف انا حاولت كل شيء يعني ما جالس شيء ينفع معي حاليا. انا اتوقع احنا وصلنا يا جماعه مو لنهايه المقطع يعني ولكن وصلنا خلاص الى حد ما انه لازم نرجع نسرق الكازينو من اول وجديد. لذلك هي اللائحه لازم نرجع نعبيها. هي اللائحه وهي اللائحه نفس الشيء. ف ليتس جو على بركه الله. مهمه سرقه الكازينو يا جماعه. طبعا عندنا عده اشياء. بالاول لازم نروح الكازينو نشيك الكازينو. تعرفون هاي الطبخه كلها يعني لازم نبدا فيها. فانا جدا متحمس يعني صراحه. الحماس رجع لي حاليا عشان انتقم حاليا من الكازينو المعفنين اللي خسرني فلوس. نروح حاليا نشوف الفولت كونتنت ايش هاي اصلا. اوكي ممتاز يا جماعه. طبعا هاي المره راح اغير تماما المهمات اللي سويناها بالمره الماضيه. يعني مثلا يا جماعه الاسلحه راح اخففها من مهمه بيكون. راح اخفف كل شيء. راح العب بيكون مره ثانيه. ركزوا منيح ها بس ولكن راح اخفف اشياء كثيره وعشان يعني يصير لنا فلوس اكثر. تمام المره الماضيه ما كان فلوسنا كثار. وصلنا حاليا المكان لازم اسوي فحص. شلون ابحث على سكيورتي بهذا المكان؟ ايش جالس يكلمني هذا؟ سكيورتي بهذا المكان؟ هاي هو. تعالوا نهكر يا شباب. هذاك وهذاك هو يا جماعة. جالس أهكر جواله حاليا. لازم أبقى وراه شوي شوي علشان يتم عملية الهاك بشكل ناجح. هذا طبعا شخص يشتغل عند الكازينو يعني حارس من الحراس. جالس أهكر جواله. أوكي ممتاز. خليني أنزل. أوه شو هاي؟ معلش معلش والله بالغلط. وين راحت البني آدم؟ أوه ماي جاد. أوكي فهمت فهمت فهمت. نفس المرة الماضية يا جماعة. لازم حاليا ألحق الصوت بحيث إنه يكون عالي. أوكي إيه صح صح تذكرت المرة الماضية كان هنا. نايس. بحاول حاليا اشوف الكاميرات وهي الامور. اوكي نفس الشيء يا جماعه. مراقبه حركات بركات حاليا. اوكي وصلنا حاليا. هاي هي فولت. فلوس. تمام تمام الان شفناها يعني شفنا فلوس حاليا وهي الامور اللي راح نسرقها. طيب الان تمت العمليه بنجاح وسوينا شفنا شو الاغراض المنتميه داخل الصناديق. لازم حاليا نسوي سيلكت ابروش يا شباب. ايش راح نسوي؟ بيكون. اوه ممنوع يا جماعه. ما خلاني اسوي البيكون مره ثانيه لاني اذكياء راح يكشفونا انه سويناها مره ثانيه يعني. اوه ديم. يا اما اختار سايلنت اند سنيكي يا اما اختار الروبري. شباب ندرعم عليهم اجريسيف فورا. صراحه ودي اختار الاجريسيف للامانه يعني لانه السايلنت اند سنيكي جدا صعبه. بروح مع الاجريسيف خلاص. ليتس جو. طيب تمام اوكي. انا ودي اسوي هاي شباب الدور سكيورتي. بسوي هاي المهمه. شلون؟ هاي اوكي فهمت. معلقه كانت معلقه صراحه. كان ناوي مني كان طالب مني اروح اشوف الكازينو. والله اجريسيف صراحه ممتعه. اخر مره لعبتها كان المقطع الماضي. شفتوا حاليا الدرعم اللي سويناها كان جدا خرافي وحبيت الفكره كثير. بس لازم اسلحه قويه جدا معنا. كوب ذا كازينو اور ليف ذا اريا كاتب. انا خلاص بسوي ليف اريا شباب. بسوي ليف اريا خلاص عادي سويتها لانه انا خلاص شايف الكازينو. يا اخي بالله عليك لا تخليني اسويها كل مره. ما ادري اذا رح يرضى يا جماعه.
اوه مش الحال. اوكي كويس مش الحال. اوكي يا جماعة اوكي تمت العملية هي بنجاح. خلاص خلاص ممتاز. خليني اسوي الدور سيكوريتي. هاي ليش هي ما يحطون عليها صح يا شباب؟ طب انا عندي سؤال، ليش ما يحطون عليها صح؟ اما معلقة شو في مهمة معلقة. هاي يا شباب يستهبل على مخي والله معلقة. طبعا يا شباب انا صار لي ساعة احاول اروح على الكازينو وارجع، اروح على الكازينو وارجع، انا مفكر انه المهمة معلقة يعني وما ادري اشوف معانا حاليا، مو مكتوب عليها صح، هنا في صح هنا ما في صح، ليش طيب؟ اضغط انتر اروح 4-5 مرات ما ادري كم مرة رحت صراحة ورجعت على الفاضي، ما كان في شيء يصير، شوف كمان ما اضغط هنا ما في شيء يصير، ما يخلوك تسوي ولا شيء، ما انتبهت لاني فنطل بزيادة انه في معانا لوحة ثانية هنا انه فيها 1000 مهمة لازم نسويها وهنا خلصنا، والله اني غبي يا اخي. واخيرا خبرني الان ليستر بكل اختصار حاول تغير اختياراتك لان المهمة اللي سويتها بالمرة الماضية تختلف تماما عن المهمة هاي، بما انه اجريسيف لازم ارفع الاسلحه اكثر واخليهم اسلحه تستاهل يعني يا جماعه، فلذلك بنحاول نجيب اسلحه من النوع الثقيل هي المره احتاجهم، بالمره الماضيه غلط كان لازم ما اجيبهم من النوع الثقيل، فاتوقع هي يا جماعه 9% بروح لانه شوف الشوتجن وريفولفر والله راح نموت 100%. اوكي يلا بختار هاي ليتس جو، بسم الله بركه الله بنختار حاليا يا شباب 9%. طيب بالنسبه لهدول الان ايش نسوي الان؟ بالنسبه للسيارات طبعا اختار اعفن شيء يا شباب، ممكن نهرب بختار 5% عادي جدا، ما يهم ما يهمني درايفر شو ما يكون ما يهمنا، رح ناخذ طياره هيك ولا هيك يعني طياره المسعف رح ناخذها هي. الان بالنسبه للهاك يا شباب الهاك اتوقع رح اخليه جود جدا، الهاك شباب رح اخليه اكسبرت للامانه يعني لانه هي المهمه نحتاجها، المره الماضيه حطيتها وسط ما فادتنا، اختارها فائقه جدا، هل هي افضل خيار ممكن تاخذه؟ تمام ممتاز جدا شكرا لك يا حبيبي. طيب الان لازم نسوي واحده من هدول يا شباب، بالنسبه الان اول شيء بروح بجيب اسلحه، يا رب نتوفق بالاسلحه هي المره، المره الماضيه عانيت جدا يا جماعه، هو لازم اختار شوت جن رايفل، اوه هذا معنا الخلاط هذا يا شباب، يلا بختار شوت جن لود اوت هي المره، اوه لازم اشوف اي سياره حاليا فيها اوه كفو، عكس المره الماضيه كان جدا بيض شباب المهم المره الماضيه وصعبه جدا كانت، ما فهمت شو اسوي والله، لازم افجرها اتوقع اشوف اذا الاسلحه بداخلها ولا لا، ما معي متفجرات انا اسف يعني، اي كفو فتح ما فيها. ها اوكي اول مكان ما كان فيه، ما معي متفجرات المشكلة يا اخي. فتحتها، مو هنا مو هنا، طير بسرعة طير. فتحتها، اما مسكرة، شو السرعة؟ باقي اخر شاحنة، تخيلوا ما تكون هنا كمان يعني نطلع غدرة يعني بالنهاية. لك تعال لك انت وياه. اوه وربي اني اجيبكم ايزي. قول لي شو هاي؟ السيارات كلهم ورا حاليا. شوف شباب كم سيارة راحت. الطيارة هنا لا تشوفني. اما شافوني شافوني. من متى تضربني انت؟ من انت؟ ابعد ابعد سيارتك. شوف الحظ شباب شوف الحظ شوف حظي. اوه شيت نمبر اوندر. شرطة شرطة معك شرطة المدينة معك على اس بي دي على اس بي دي. بقتل هذول بس على السريع يا شباب. ارتاح منهم. هاي مدرعة صح؟ اخذتهم اخذتهم اخذتهم. ولكن بعد انت ويا بعد ما تسحون على وجهكم. طب انا شو اسوي حاليا؟ لازم اخلص من الشرطه بالاول صح ولا لا؟ انا مكاني ممتاز شباب عشان اخلص فيه من الشرطه. يا الله ما اصعب هالمهمه يا جماعه، ما تتخيلون صعوبه هالمهمه، عانيت جدا فيها والله عانيت، بس كويس انه اسلحه تستاهل حاليا. ليتس جو، ولكن ليتس جو يا حبيبي، كينج الاسطوره نجح بالمهمه اخيرا وليس اخرا. وين رحت؟ لا تقول لي في جزء ثاني حاليا، او ماي جاد. اصرخ، شلون اصرخ طيب؟ كاتب لي اصرخ الاسلحه، كيف اصرخها؟ وديت لك الشاحن انا، يستهبل؟ ايه شو هالغباء يا شباب؟ ها ابلع. ليش وديتها مرتين ما رضي؟ لستر لا تستهبل. شباب شو الخطا؟ بالله عليكم شو الخطا؟ ما سويت شيء خطا يا اخي. لا تقول لي علق، بالله عليك لا تقول لي علق يا اخي، وقسما بالله صغري ساعه تعبت فيها، شلون علق؟ لا تستهبل على مخي لستر، شفتوا شباب حظي؟ والله حظي معروف، صار لي ساعه تعبت فيها، ما يرضى الان، امشي بسرعه، امشي قبل ما ليش طيب ليش؟ أنا شو سويت؟ أفجر هاي السيارة يعني؟ أفجرها عشان آخذ الأسلحة؟ شو أسوي طيب؟ أحد يفسر لي. والله إني حاسس جاي أسوي غباء يا شباب. أوه ماي جاد لا تتفجر اصبر اصبر. خلينا على الباب الأول شباب. إذا ما خلاص ما راح تصير ما راح تصير خلاص شباب أنا راح أروح راح أطلع منه وراح أرجع أدخل. مالي حظ يا ناس خلاص خلاص أنا أستسلم.
معلم ديني معلم ديني، شو اسوي يعني ارقص لك مثلا؟ يا شباب والله ظلم، شوف حاطيني مو مسويها يا اخي، شلون ما سويتها؟ سويتها يا اخي والله جبتهم. انا بختار الشوت جن اوريك، انا برجع بسويها مره ثانيه. يلا وينهم؟ اوكي اللي روح بسرعه اللي قبل ما الشرطه تجي تاخذهم. هاي اللي كنت خايف اوقع فيها الصراحه، بس يلا ما علينا، احسن هذيك المهمه البيض قعد فيها ساعه ما تصير. هاي هو المكان يا شباب، في طبعا في شرطه حاليا اتوقع. اوكي والله في شرطه زي ما شايفين، اللي حاليا يلعبها بذكاء يمديك تطلع من المكان ومعك الاسلحه بدون ما احد يحس عليك. هذا الكلام خاطئ تماما طبعا يا شباب، انا راح يحسون علي 100%. شفت كيف حسوا علي؟ يب ايه والله ادمركم. انا ما اعرف فين مكان الاسلحه، وين لازم تكون الاسلحه؟ لازم اذبح هذول هنا كلهم بالعصا السريع عشان ثاني مره لا يرسبنوا شباب، وهيك بكون هي هنا اوكي تمام. او ما جت شوكولا ده كويس، مع شوتجن. انا متت شباب، انا متت، بس اصبر بطلع سناكس، بس باخذ دراجتي وبهرب. خليني اخذ بس دراجتي وهرب، خليني اخذ دراجتي وهرب. اركب اركب يا رحمك، اركب اركب، روح 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 ديم يا حبيبي. اخيرا روح يا بروح، يا اخي بتتحداني يعني؟ بتتحداني؟ بجيبك انا بجيبك عادي. انزل انزل، واخيرا هاي الدفعه الاولى تمت يا جماعه، الان راح يطلب مني الدفعه الثانيه، راح ارجع نفس المكان وراح ارجع اجيبها من نفس المكان. بالله عليكم شباب شوفوا لي السرعه، واو. اوكي وصلت على المكان حاليا، واتوقع انهم جالسين يطلقون علي، ما ادري شلون عرفني اني جاي لهنا، شيء جدا عجيب وغريب بس ما علينا. ممكن هي كيف تضربني من هناك؟ شو هالغشاشات؟ هلا صف هي هنا خلص، شوف يضربني من هناك. طب انت شفتني؟ بس خلني القى الاسلحه، وين ممكن تكون؟ وين ممكن تكون؟ ومما تتوقعون؟ اوه شيت اصبر يا اخي، هي هي اوكي كويس. مو انت تذبحني مو، والله يا شباب لم تزبط معنا الدراجه تبعي، ما قدرت اجيبها. ايش رايك حاليا تبعد عني لا افجر راسك انت وياه؟ ابلعوا يلا ابلعوا اوريكم الان. اخذتها بغيها بس افجر هاي الطياره، خذ هاي كمان. يلا 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 بكمل عليكم، يلا مو فارقه معي، خذ خذ يلا خذ. ما ادري شنو وصلت، والله ما ادري شنو وصلت. خلاص انزل انزل انزل، وصلنا. او ماي جاد والله لا احتفل. واخيرا 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 جالس افكر واشوف حاليا يا شباب ما عبينا غير صح من اصل، بسوي حاليا هي يلا بروح بجيب الهكر وبحلي مهمة ولا اسهل يا شباب، خبرنا انه في سيارة حاليا راح نروح نجيبها من هنا، الدراجة مو راضية تجي الان، بروح بجيبها بعدين، ولكن لازم ابحث حاليا يا شباب واقتل شخص من هنا عشان اخذ الريد كارد تبعه. هي هنا شباب، هي هنا، هذا هو. او ماي جاد تعال، والله ما كنت بذبحك بس باخذ الكرت منه حاليا لهذا يا شباب على السريع بسرعة. لازم حاليا استعمل الكرت يقول لك علشان اروح افتح هذاك الباب اللي هناك، عادي ادخل صح؟ شكرا. أنا ما سويت المهمة من قبل، هي أول مرة. افتح افتح بسرعة. شباب أول مرة أهكر هالمكان. يلا استعمل الكرت حاليا. استعملت الكرت راح يفتح الباب صح؟ متى من مكان جديد وأخيرا. شيء جديد يا جماعة. وين بندخل حاليا؟ شباب لازم نبحث على جهاز الهاك، أتوقع لازم أنزل 100%. يا الله شو جاب لنا شباب. خبرني حاليا في كاميرات جدا تحت، ولكن الشرطه بعدد قليل، لذلك العبها بذكاء وانزل لتحت ويمديك توصل المكان اللي بدك اياه. فيلا جاء واحد من هنا، انا بروح من هنا. اوف 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 اقتربنا جدا يا جماعه، اقتربنا جدا. في معنا كاميرا من هنا، لذلك غيرت الطريق بالكامل. قربت اوصل، ما باقي شيء. هي هو هنا اتوقع، اتوقع هنا جوا هنا. يب جوا هنا صح؟ وصلت اخذت. ليتس جو، بروح من ورا، هنا ما في احد اصلا، هنا فاضي يا شيخ، شو هالحراسه البيض هاي؟ بسرعه بسرعه اطلع اطلع اطلع، ما راح يحس عليك ولا شيء. السلام عليكم حبيبي. المكان بهالضخامه الصراحه وادخله ايزي بهاي ال هي هي او ماي جاد حسوا علي. روح اوه على الشرطه جايين هنا ورا بغير طريقي. روح حبيبي والله، لا لا مو على البحر، مو على البحر مو على البحر، ارجع 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 هنا. مو على البحر مو على البحر، ارجع ارجع. وصلنا على مكان بامان وسلام يا شباب. عشان نجربها عنا بالمستودع لازم اسوي هي المهمه حصرا عشان نجربها عنا بالمستودع. تعال 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 انزل انزل يا حبيبي انزل.
الان لازم نروح حاليا على السجن اتوقع نسوي نفسنا نحن اصحابهم يعني عشان نجيب الكروت اللي لازم تساعدنا بالاختراق. تمام، كروت الاختراق هاي راح تفيدنا جدا بالكازينو. حركه وين المكان؟ اوه ماي جاد، اوه بصوب هالبصل معفن كل هالمكان يا اخي. شباب انا وصلت حاليا لهذا المكان، ولكن يا جماعه الخير بشرح لكم الان شغله الصراحه ضايقت منها، ولكن بتشوفون. افتح الباب، افتح الباب، يلا افتح لي. اوكي الشغله هي يا جماعه انه طلع علشان اتدرب على الهاك والبصمه وهي الامور لازم اشتريها يعني. الان برجع على الاركيد بس لاخلص وبنشوف كم سعر. لازم يدخلني هنا هذا، كيف يفتح؟ اوكي بنزل حاليا شباب لعنده وبعطيه وحده على نص النخاع الشوكي تبعه. ايوه فوق صح، اتوقع انه فوق. شوف شو لابس انا حاليا يا اخي. وينك وينك والله لو اوريك. اطلع لي. يسألني كيف حالك حاليا؟ اخبارك حبيبي علومك ان شاء الله تمام. خلينا نشوف شباب اذا معاه الكرت ولا لا. اوكي الان راح يحسون علي اكيد، راح يجوني 15 نجم الشرطه وبعدين راح نكمل. افتح لي ولك حيوان افتح. يلا سلام. والله ونجحت معنا يا شباب. يا جماعه للاسف طلع لازم نشتري عشان نتدرب على الهاك، والله حرام عليكم يعني. فوق ما كل هالمصاري اللي ادفعه لازم اشتري كمان. خليني اوريكم الان كيف لازم ندفع فلوس عشان نجرب العمليه. وينها حاليا؟ انا ما ادري اصلا وينها، تصدقون انا ما اعرف وينها اصلا. شباب هي لازم انا حاليا دور سيكيورتي اسمه مكتوب حاليا لازم تدفع عليها فلوس. شباب شباب سعرها 425,000 سعرها. واو عشان تتدرب على الهاك 425. والله ما اشتريها انا، اعرف اصلا هاكر يا حبيبي ما يحتاج. كم باقي لي؟ كم مهمه حاليا؟ اوكي باقي لي حاليا شباب 3 مهمات بسوي. هيا يا جماعه بالنسبه للسيارات يلا ليتس جو على السريع على السريع بسرعه بسرعه بسرعه. وين السياره طيب؟ انا ما فهمت. جوا داخل هنا. اوكي داخل هنا شباب السياره، لازم اجيبها واوطي راسي داخل السياره عشان يطلقون علي، لان اللي خبرني اذا ما يطلقون عليك يكون الوضع احسن يعني. اوه ورشه. اما لازم اتخبى. هذيك هي هذيك، شفتها والله شفتها. والله اني عرفتها، هي هي السيارة يا جماعة هي. زي ما شايفين حاليا لازم اوطي راسي حاليا مثل هيك شباب، بوطي راسي. شوف شباب بوطي راسي هيك. شو السيارة يا اخي؟ هاي السيارة ما تطلع صوت على اساس ما شاء الله، مستحيل يعرفني اني جاي صح؟ امشي على اللخط شباب. السلام عليكم يا اخي، انتوا اغبياء يا اخي. شو هالغباء هذا؟ اوه شلون هربت من المكان بدون ما يحسون علي؟ تم توصيل اول سياره بنجاح تام. طلعني وخليني اروح اجيب السياره الثانيه. ليتس جو. اتوقع السياره الثانيه حاليا موجوده من الجهه اليمين. وينها شباب السياره؟ مو موجوده هنا. شباب وين السياره الثانيه؟ بالله عليكم احد يفسر لي وينها؟ ايه اوه شيت. يلا ما عليك. بالله حاليا صعبت المهمه عليك، بس هذا ما يعرف. اوه شلون هذا بدا يحترق؟ اوف يعني على الحالتين كانوا حيحسون علي شباب، هاي المهمه ما انا سهله والله على الحالتين انا متاكد. اما شوف وين حاطينها، والله لفيت المكان هنا بالكامل ما لقيتها. احس هنا ما كان حس علي يعني. واو مستعدين. اتوقع برا في 1000 شخص ينتظرني. اوه متت. شو هاي؟ هلا بالله عليكم هاي شباب السيارات واحد يهرب منها من عمليه سرقه كازينو. الحمد لله يا شباب الحمد لله، واخيرا وصلنا هاي السياره. اوه كم باقي لي حين نغر؟ اوه باقي لي بس اثنين، بس اثنين. يا الله باقي لي بس اثنين. وطبعا يا جماعه انا هاي المره ناوي صراحه اطولها اكثر لتجهيزات الكازينو، يعني هاي المره راح اسوي الاوبشنال بالكامل، راح اسوي المهمات الجانبيه بالكامل لانه سمعت انها بتسهل لي جدا جدا عمليه سرقه الكازينو، لكن راح اسويها كلها حرفيا، راح اسويها كلها. فهي ثيرمال شوت راح اروح اجيب هدول يا جماعه بالنسبه للقنابل المتفجره اتوقع. فيلا. اوه في هنا ناس امام المكان لازم اذبحهم. ماني فاهم صراحة شو صار حاليا. تعال تعال تعال. موت موت موت. اي مات مات. شفته كان معه قناصة. اوكي. اوه بدخل للداخل. الله يا حبيبي. شو هالضربة هي؟ اوه ماي جاد. اصبر اصبر. طيب انا هو اسلحتي كثير معفنة كمان ما اخبي عليك. اوكي انا كويس كثير. هذا مات. ابلع هاي. يلا يلا بقى مين كمان؟ موت يا شيخ موت. اعطيني هي البضاعه حاليا. اوكي واخيرا تمت العمليه بنجاح، وصلنا البضاعه رقم 1. لا مستودع ثاني صح؟ اما نفس المستودع، بنروح نفس المستودع فجاه ما ادري شلون، بس يلا مشينا مشينا. شلون نفس المستودع ما في احد بالداخل؟ انا هنا بدات اتساءل هل يا ترى
فعليا الناس رجعوا ولا ما في احد؟ ما في احد بالداخل، بس بجيب البضاعة وبروح. هاي هي البضاعة، ايزي. هوب غانغنام ستايل، ليتس جو. واخيرا صدق يا جماعة، صدق لازم الواحد لما يكون هوست فعليا يستاهل ياخذ اكثر من 25%، لان هذاك الثاني مو مسوي شيء بس داخل المهمة. انا هاي المرة اذا بلعبها راح اخذ 30%، اقل من هيك ما ارضى. البقايا كلهم 20 20 20، انا 30% لي. حقي يا شباب، حقي، لا تقولوا لي حقي. الان وين انا؟ اوكي، باقي لي اخر واحدة هي فولت اكسبلوزيفز، واخيرا اخر مهمة معنا لليوم. اوه ماي جاد، يلا. اوه ماي جاد، ولسه بروح مرتين وبرجع يا اخي، اقسم بالله ظلم يا اخي. حتى دراجتي ما اعرف ليش ما لازم 10000، لازمني 10000 عشان ارجع دراجتي كمان. والله الدراجة طايرة خرافي، ما معي فلوس، تخيلوا 10000 ما معي، ما معي غير 3000 ضل، كل شوي ياخذ مني فلوس كمان، ضل معي 29 بس شباب، 29 دولار فقط، 29 دولار هذا كل شيء معي. وين راحوا؟ لانه كل شوي ياخذون مني سعر الشقة واجار وما ادري ايش، كل شيء كل شيء ياخذون كل شوي. اوه لازم اسبح لتحت المي هاي المرة شباب. ليتس جو، هاي 1000 دولار ايزي. لازم احاول اهرب منهم، هذول لازم يشوفوني. اخذ بدلة غطس من هنا بسرعة، بدلة غطس. اما بسرعة بسرعة استعملها، يلا. مو راضي ياخذها شباب، شو اعمل؟ والله ماني فاهم. اوكي صار معي بدلة غطس، ايش اسوي الان؟ وين جاي يا حبيبي وين جاي؟ خذ هاي، خذ هاي المركبة هاي. والله مهم غريب الصراحة، يعني فوق ما اني جاي من المريخ الى هذا المكان لسه كمان بروح بالسفينة لمكان ثاني وثالث ورابع وبدلة غطس وحركات ليش كل هالامور ليش؟ اوه بموت كمان، شو هاي؟ لا اكيد تمزح معي. متت اكيد بموت، تخيل معي اعيش، تخيل اعيش كل هالامور عندي وتخيل اعيش. ابلع، يلا ابلع، ثاني مرة اشوفك تطير قدامي اوريك. كأنه انفجرت الطيارة يا جماعة، كأنه في وحدة ثانية حتيجي. لازم نبحث حاليا على القفز الذي يحتوي على متفجرات. انا ليش بدلة غطس؟ انا ما فهمت. اوه اما شو هاي اللي تحت؟ في حطام طائرة تحت شباب، هاي سمك قرش ولا شو هاي؟ في شي تحت والله يا شباب، في شي تحت. اما طائرة متحطمة هنا، ما ادري كم لازم اتحمل قبل ما افطس واموت يا شباب. طائرة متفجرة هنا وفيها متفجرات، هاي صندوق هنا. وين لازم اروح؟ هنا شباب في صندوق هنا، ايش هاي؟ هذا ايش هذا؟ امشي طيب امشي، ليش ما يمشي؟ هاي هو، خذه طيب خذه. اوكي واخيرا واخيرا يا شيخ، صار لي ساعة ادور عليه. او ماي جاد، صراحة مهمة عجيبة غريبة يعني، بس مشوار لحتى اجيب الثاني كمان، مشوار يا عين المشوار. اوه جاتني طيارتين. او ماي جاد، اصبر قبل ما تركب، قبل ما تركب، قبل ما تركب. اوريك اوريك. جالس افكر انسحب من هي المهمة شباب. الوضع هيك مستحيل، جات طيارتين ثانيين، كيف؟ يلا مع السلامة يا حبيبي، يلا هنشوف وجهك ثاني مرة. الان يجيب لي اثنين ثانيين، جاب لي اثنين ثانيين مرة ثانية. وات ذا فوك شباب، شو المهمة هاي؟ هاي رسب بالبحر بالبحر بالبحر، روح بالبحر، اغطس، بروح بالبحر. شو بيصير يعني؟ لا ادري بيوصلون علي من هنا كمان، لانه هيك زودتوها بالمرة زودتوها. ايه منو يوصلني؟ شنو شافني؟ والله لا اسبح انا، يلا جيبني اذا تجيبني. صوت الانفجار اللي جاء، والله الاسبح عند الاسماك. جيبوني اذا بتجيبوني ثاني مره. شوف لسه اجوا الطيارتين كمان يا شباب، لاحظوا معنا طيارتين بكل مكان، شوفهم يطيرون فوق، انا ميت اصلا. متت. تراكم زودتوها بزياده يعني. ويجيك طياره ثانيه كمان. تراكم زودتوها بزياده، انا خلاص بدات افقد اعصابي. الوضع زاد عن حده يا شباب. معقولة لهي الدرجة؟ أنا رحت كل هالمشوار إلى هنا ولسه أجيب لي طيارات تدمرني. بسويها شباب هاي المهمة وبرجع بجيبها وبرجع لكم. شباب الآن رجعت المرة الثانية على المكان، طبعا وديت البضاعة الماضية، ولكن الآن أنا مستغرب شلون بجيب هاي البضاعة اللي هنا حاليا. خلينا نشوف شو راح يطلع معنا بسم الله، لأنه أنا أصلا ما أدري وين راح يكون مكانها، فلذلك ليتس جو. خلينا نشوف مع بعض. روح يلا روح روح روح. موت بموت، انزل انزل بسرعة انزل. أما وين الصندوق الثاني؟ وينه؟ بالله عليك وينه؟ بالله عليك ارجوك طلع لي بسرعه. انا هذا الشيء اللي كنت خايف. اوه لقيته لقيته. أوه، شوف وين حاطينه الحيوانات. والله انا بنجلط انا بنجلط. واخيرا اخذ، واخيرا واخيرا. تخيلوا يا جماعه تطلع لنا حاليا سمكه قرش وتاكلها بنص الليل هنا. الان راح يصير في عداد المشكله، راح اكل هو اذا طلع في عداد. شو يطلق علي؟ يطلق علي شباب، يطلق علي بموت. ما بموت. متت. خلاص حل عني. خلاص. واخيرا. What's the hold
اوه بعد في خمس دقائق، بعد في خمس دقائق شباب، اذا ما سويتها كل شيء راح يخرب. بسرعة بسرعة بسرعة، خمس دقائق يمديني، والله يمديني. شوف يحط عداد وانا ما يمديني يا اخي، والله حرام. ليش تحط عداد؟ يا الله جت طيارتين كمان. خمس دقائق مستحيلة، خمس دقائق مستحيلة اسويها. وما اخذها. انا حموت حموت من المنوبة، حموت من المنوبة. جالس انتحر انا من هالغباء. ولك يا الله خذها خذها. وين على شكلك خذها. راح اموت راح اموت من الغباء راح اموت. اذا ما دمرتها ما يمديني، اذا ما دمرت ما يمديني. بسرعة 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 بسرعة. يا الله والله تعبت بهي المهمة كثير، اقسم بالله تعبت فيها كثير، حرام حرام اللي صار. طب انا لو قلكم حاليا راح تنصدمون يعني مستحيل. هاي اصعب مهمة العبها بكل سرقة الكازينو. طير بسرعة، معي 3 دقائق، معي 3 دقائق، مفروض معي طيارة اوصل بسرعة. معي 3 دقائق، يلا. شباب اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا تتوقعون راح اوصل الطلبية خلال دقيقتين و28 ثانية ولا لا. اللي يثق فيني يكتب، واللي ما يثق فيني لا تكتب. دقيقة و30 ثانية شباب، دقيقة و30 ثانية. اللي كتب ما يمديني الصراحة، انت ما تثق فيني للأسف الشديد، انت ما تثق فيني للأسف الشديد يعني. بس هاي اللي عليه. وصلنا يا شباب وصلنا، ما يهم الباقي بالكامل. ليتس جو. صراحه كانت مهمه صعبه جدا. اهم شيء انه بهاي المره او بهذا المقطع قدرت اعبي كل المهمات اللازمه حاليا معانا. تمام يا جماعه، هذا الشيء تم على خير حاليا، فانا جدا سعيد بالنسبه لهي الناحيه. من ناحيه ثانيه انا نفسي انه نحاول نكمل الاوبشنال بشكل كامل، لذلك اتوقع بالحلقه القادمه يا شباب راح نكمل المهمات الجانبيه بالكامل ونشوف كيف ممكن تساعدنا اكثر واكثر. فبس لانه انا اكثر من هيك مستحيل اكمل، مستحيل يا شباب مستحيل. اوه صارت مفتوحه علينا هاي. اي والله صح انا لا مع الغباء. اكيد راح تكون مفتوحه يا حبيبي. طبعا مينيمم راح نكسب 1,522 كالعاده يعني، ولكن راح اخذ من 30% انا هاي المره، 30% غير هيك لا حد يلعب معي. واحتمال كبير اسوي هاي المهمه مع شخص فقط، ما راح العب مع اربح مع شخص، عشان الارباح نص بنص تكون اكسب مبلغ كبير. راح احاول اشوف يعني اذا صارت معي ولا لا. المهم اتمنى انكم استمتعتوا بمقطعنا لليوم يا جماعه، لان انا صراحه جدا استمتعت يعني، ما تتخيلون كم استمتعت انا اسوي هالمهمات. فبس انتظرونا بالحلقه القادمه مع المهمات الجانبيه، واحتمال يمكن اسرق فورا ما اعرف، بشوف الموضوع. كان معكم محمد من قناه ممكال، واتمنى تضغطون لايك على المقطع دعما لنا علشان سرقه الكازينو القادمه. السلام عليكم.